سيدي سيدي لقد وصلنا. سيدي سيدي فلتستيقظ. سيدي هنا. لكنه ذهب ولن يعود أبدا. قلبه حي. ماذا؟ ما زال ينبض. بماذا تشعر عند رؤيتها؟ أشعر بأنني تائه وقلبي يرتبك. الأمر له علاقة بهذا القلب الجديد هناك. إن قلب زوجي لا يزال حياً، لكن في شخص آخر، وأريد مقابلته. ما بك؟ لا بأس، أنا بخير. قل لي، ما زلنا غريبين حقاً؟ صحيح. لماذا؟ أنا ألاحظ شيئاً، هو حبك لشوتيان. أهذا صحيح أم لا؟ بالطبع لا. أخبري والدك أن ينتظرني. أنت سوف تكونين ملكاً لي وحدي. أخبريه ألا يأتي. ماذا بك يا أبي؟ ماذا أفعل لك؟ ها؟ كيف يمكنني إرضاؤك؟ سيأتي ليتحدث معي؟ تفعلين ما أنهاك عن فعله وتحبين من أمنعك أنا عن حبه. أنا أحمل قلب آخر في صدري كالأحمق، وأحب فتاة كان يحبها شخص آخر. أنا لا أعرف من أنا الآن. شوتيان هو من كان يراسلك، لكنه لم يعد.